تعالى بقى نلعب لعبة اسمها لعبة سهم وقوس. تمام، هنختبر سرعة رد فعلك كده في أول سؤال حلو، هتجاوب عليه في 3 ثواني. ماشي. مين اللي طلع عليك لقب مودي؟ والدتي طيب مين اللي مصر في سؤال بقى تاني كده تاريخي ها، برضه هنختبر معلوماتك. يلا. مصر فازت بكأس العالم للشباب لكرة اليد سنة كام؟ 93. الله عليك الجماعة، ده ياخد 10 من 10 والله يا كابتن مودي. طيب الزمالك في 2010 بمونديال الأندية أخد المركز تالت. ماشي. لا أنا مش هقول اختيارات يا جماعة، لا الراجل بيجاوب من غير أي اختيارات. لو شاطر في الحساب قول لي في ثانيتين، 6 في 6، 36. 6 في 7. اتنين لا و خلاص الثانيتين خلص. لا انت معلش هنلحق كده. لا طبعا يعني هو السؤال كان 6 في 6 بس انا اللي ماشي زودت. ماشي، طيب هقول لك 3 اسامي للاعبين وتقول لي ايه اللازمه اللي معاهم دايما في الكلام، اللي ايه؟ اللازمه اللي في كلامهم. يعني في ناس بتقول لك ايه، فاهم فاهم فاهم، ماشي تلاقيه بيكررها في كل كلامه. ماشي. كابتن احمد الاحمر، الرحمة الرحمة، لا كلها، لا يعني ما فيش، لا بلاش احمد الاحمر. يحيى، ايه حد ده؟ يا ابني، يا ابني على طول هو على طول في بقه، في لسانه، يا ابني يا ابني اسمعني يا ابني، مش عارف ايه كده يعني.